تكنولوجيات حديثة وتجهيزات سيتزود بها طريق السيار شرق غرب، ومنها مشروع للربط بالألياف البصرية على مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر، وهذا في إطار شراكة بين الجزائرية لطرق السيارة واتصالات الجزائر، مشروع يجسد سياسة ترشيد النفقات ويفك العزلة عن القرى والمداشر المحادية للطرق. الاتفاقية هذه تهدف إلى الاستعمال الأمثل للموارد، لأن الطريق السيار اليوم يوفر خدمات معتبرة للمواطنين، لكن الجزائرية للطرق السيارة لازم أنها تستعمل بشكل مكثف جدا تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل المراقبة، من أجل الصيانة، ومن أجل كل المشاريع اللي راهي تقوم بها عبر أكثر من 1200 كيلومتر. وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أكد أن هذه الاتفاقية ستعمل على الارتقاء بخدمات طريق السيار مستعرضا المرافق التي سيتضمنها، وكشف أن الألياف البصرية ستمس كذلك 13 منفذا لطريق السيار نحو الموانئ لإنشاء حركية اقتصادية. هذه الاتفاقية تعد نموذج للعمل التكاملي والتضامني بالنسبة للحكومة، باعتبار أن الطرق الجزائرية مع اتصالات الجزائر، احنا خدمنا طريق السيار، الجزائرية للطرقات خدمت هذه الأغماد، هذه على مسار 1200 كيلومتر، ولكن في إطار ترشيد نفقات الدولة والتكامل بين القطاعات مضينا هذه الاتفاقية بناء على قرار تاع الحكومة حتى نوفر على اتصالات الجزائر، هي شركة وطنية، عبء نفقات أخرى. هي خطوة أولى لمشاريع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ستعمم مستقبلا لتحسين الخدمة العمومية والدفع بالاقتصاد الوطني.